أهلا بكم من جديد أوفياء برنامج هذا الصباح. إلى الوضع الصحي الآن، رفع الحجر لا يعني زوال خطر كورونا، الفيروس لا يزال موجودا، وكل الأخصائيين يحذرون من إهمال إجراءات الوقاية ويؤكدون على ضرورة التلقيح لمواجهة موجة جديدة محتملة. تحضر معي الدكتورة نجاة برصة، هي أخصائية في الأمراض المعدية بمستشفى دويرة بالعاصمة. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا بك. صباح الخير، شكرا على الدعوة. أهلا، شكرا على تلبية هذه الدعوة. إذا نتحدث عن الوضع الوبائي، انخفاض في عدد الإصابات، استقرار، لكن في المقابل نشاهد تراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية. حدثيني عن تقييمك كأخصائية للوضع خاصة بمستشفى الدويرة بعد انخفاض عدد المصابين بكورونا. حقيقة عشنا في هذا العامين الماضيين من الوباء العالمي اللي الوباء الكورونا الذي كان خاص في كل العالم وأيضا في الجزائر، وفي الجزائر كانت هناك عشنا الموجة الثالثة اللي هذه الموجة خلت نسبة الحالات الخطيرة ترتفع، وعلى الأسف أيضا ارتفاع نسبة الوفيات رحمهم الله. وكان هناك ضغوطات في المستشفى، الضغط كان يعيشه السلك الطبي، بما أن مختلف المصالح الاستشفائية تم تحويلها إلى مصالح لتقوم تتكفل بمرضى الكوفيد. إذن هذا الشيء خلى أن الحالات العمليات الجراحية الغير المستعجلة تؤجل، واليوم حقيقة نعيش استقرار بانخفاض حالات الوبائية، انخفاض العدوى وانخفاض الحالات الخطيرة، لكن هذا الشيء ما يخليناش نقوله أنه الحذر قد أو الخطر قد انتهى، إنما الحذر يجب أن يكون، وهذا يكون بالإجراءات دائما الوقائية، التباعد الاجتماعي، الكمامات وغسل اليدين المتواصل، والحل الوحيد التلقيح. نعم، اليوم إذن ضرورة التلقيح من أجل تحقيق المناعة الجماعية. الجزائر تسعى إلى تلقيح 70% من الساكنة قبل نهاية السنة، إلى أين وصلت عملية التلقيح؟ ثم ماذا عن أهمية هذا التلقيح اليوم رغم انخفاض عدد المصابين؟ لحد الآن النسبة لازالت منخفضة، لا تفوق 30% مع الأسف، وهذا الانخفاض لعدد نسبة التلقيح ما تخليش أن هذا الخطر يكون قريب لنا، وهذا الخطر تخلينا نتخوفوا من حدوث الموجة الرابعة اللي هي على الأبواب. كما رانا نشوفوا في الدول الأخرى راهم في الموجة، راهم يعيشوا الموجة الخامسة، لكن في الدول الأخرى كما الدول المتقدمة نسبة التلقيح كانت مرتفعة. إذا الصدى تاع هذه الموجة الخامسة راح يكون قليل، والحالات الخطيرة والعدد الوفيات راح يكون منخفض. كيف يؤثر التلقيح على انخفاض عدد الوفيات؟ التلقيح يحمي الإنسان ويحمي اللي يكون حوله. إذا لقحت كل إنسان يحمي نفسه، كما قلت كما تشير إليه كل العلوم أنه كل ما نلقح نفسي نحمي نفسي من هذا الوباء، ونخلي ما يكونش الانتشار، لأنه حالة واحدة من العدوى راح تؤدي إلى عدوى 13 شخص على الأقل، وكل ما كان العدد تاع العدوى مرتفع كانت الحالات الخطيرة مرتفعة. إذا التلقيح يمكن من تفادي طبعا التعقيدات في حال الإصابة بفيروس كورونا وتفادي الحالات الخطيرة طبيعة الحال، وحتى أنه التلقيحات عمت في معظم مناطق الوطن، وكانت هناك حملات تلقيح، مع الأسف ما كانش هناك صدى كبير للأشخاص، وحتى هذا الصدى لاحظناه أكثر في الموجة الثالثة. لكن نقولهم بأن كل من لقحوا ما نلقحوش في ذروة الموجة، وإنما بعيدا عن الموجة. جميل. لكي نتفادى الموجة القادمة. إذن هذا هو الوقت المناسب ربما للرفع من وتيرة التلقيح. كيف ما هو الخطاب اليوم الذي نوجهه للمواطنين حتى نحثهم على ضرورة التلقيح اليوم تحسبا لموجة رابعة قد تكون النتائج وخيمة وليست في الحسبان؟ يعني
أنا نقول أنه كل المواطنين عليهم هذو المتخوفين واللي يسمعوا في المواقع الاتصال الاجتماعي هذه الإشاعات على أن هذا التلقيح خطير. في الجزائر التلقيح كان عندنا من أواخر شهر جانفي، يعني عندنا مدة 9 أشهر من كان اللقاح موجود عندنا في التراب الوطني، وكان أنواع كثيرة من التلقيحات، وقدرنا نلقح أشخاص كثير حتى أن الأعراض كانت خفيفة، يعني ما لازمش يكونوا متخوفين. وندعوهم جميعا أنهم يتقربوا لأقرب الآجال للمصالح التلقيح لكي نتفادوا الموجة المقبلة والعودة للحياة العادية. هذه الكمامة نستغنى عنها، هذا التباعد الاجتماعي. طيب، هذا ما نتمناه جميعا، التلقيح. اليوم هناك حديث حتى عن جرعة ثالثة بالنسبة للمسنين، بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة اللي ربما تلقوا الجرعتين من التلقيح قبل 6 أشهر من الآن. لحد الآن إذا قلنا التلقيح راه متواجد تقريبا مدة 9 أشهر، إذا اللي كانوا ملقحين في أوائل الشهور جانفي فيفري ومارس، ندعوهم الآن لأنهم يلتحقوا للمصالح لكي يتلقوا الجرعة الثالثة اللي راح تحميهم وتكون المناعة تاعهم أكثر مما كانت. أثبتت الدراسات أن المناعة لها مدة معينة للحماية، حماية الشخص. طيب، التلقيح إذن هو مهم جدا في هذه الفترة. نتحدث الآن عن أهمية التلقيح، خاصة ونحن على هنا في فصل الشتاء شهر نوفمبر، كل ربما الأخصائيون يتنبؤون بحدوث هذه الموجة خلال هذا الشهر. الموجة نستطيع أن نقول أنها محسوسة، لأن حالات العدوى أصبحت تعد ولو أنها قليلة، ولكن وما لحقناش أننا نفتح مصالح أخرى، لكن نتفادوا هذه الخطورة، نتفادوا بها دائما الإجراءات الوقائية اللي مادام ما لحقناش للمناعة التامة كما رانا نشوفوه في الدول الأخرى، حتى لحقوا أنهم يفتحوا المدرجات للسبورتيف الرياضيين. هذا لكن الدخول دائما يكون بما يعرف بالدخول بالرخصة الصحية، سواء كان تحليل فحص بعدم وجود كورونا أو أيضا ببطاقة التلقيح. يعني نقول أن كل اللي يرتادوا الملاعب الآن في الدول الأوروبية وغيرها هم من الملقحين، وهذا لارتفاع نسبة التلقيح بهذه الدول حقيقة، والمناعة راهي تامة عندهم، وحتى أنهم استغنوا من الكمامات لحد الآن. الجزائر ما لحقتش لهذا الشيء، إذا ندعو الوعي والوعي لكل الأشخاص أنهم يتفادوا هذا الوباء، يتفادوا هذا المرضى. وكلهم عاشوا، كان بزاف اللي عاشوا مآسي وين العائلات انتقاست، وكانت وفيات حتى في عائلة واحدة شخصين أو 3 أشخاص في نفس الوقت. إذا نقولهم الذهاب إلى المصالح في أقرب الأجال، وعليهم بالتلقيح لأنه لحد الآن الدواء لهذا أو الوقاية الهامة لهذا الوباء تبقى في التلقيح. طيب، جزء كبير ربما من المواطنين اللي لم يلقحوا أنفسهم لحد الآن لم يفعلوا، تخوفا من الآثار الجانبية للقاح لحد الآن بعد حوالي 9 أشهر ربما من تلقيح كل شرائح المجتمع الجزائري، لم نلاحظ آثار جانبية خطرة أو يعني غير مألوفة بالنسبة لجميع أنواع اللقاحات. حدثيني عن هذا الجانب، خاصة وأنت ربما في المستشفى على احتكاك دائم بالمرضى، كيف هي ربما حالة الملقحين بعد تلقي اللقاح، سواء من ناحية الأثار الجانبية وأيضا في حالة إصابة بعدوى كورونا، كيف تكون الأعراض عند الملقحين؟ الأعراض الجانبية للأشخاص اللي التقوا الجرعات التلقيح كسواء الجرعة الأولى أو الثانية كانت أعراض غير خطيرة، إنما أعراض جانبية خفيفة جدا حتى وأنها ما تكونش موجودة. ما فيما يخص اللي تكون الأعراض الجانبية تتشكل على شكل يعني صداع في الرأس، آلام في المفاصل، وأيضا
حمى صغيرة، حمى خفيفة لمدة 24 حتى 48 ساعة، ثم لا تخلف أي آثار جانبية أخرى. كلها أعراض عادية. كلها أعراض عادية اللي نقدر نشوفها مع كل التلقيحات، مع كل أنواع التلقيحات. في حالة الإصابة كيف هي الأعراض؟ الأعراض عند الملقحين طبعا. الأعراض في حالة الإصابة تكون خفيفة، والهدف من هذا التلقيح أنه كل شخص يتلقح، ما معناهش أنه لن يمرض بهذا المرض، يقدر يكون عنده هذا الوباء المرض الكورونا، لكن يكون الأعراض نتاعو خفيفة، والحالات الخطيرة ما شاهدناهاش في التلقيح في الأشخاص الملقحين، حتى أنه أجرينا بعض الإحصائيات في المصالح اللي كان يتكفل بها المرضى، أنهم كل اللي دخلوا وكانوا عندهم الحالات الخطيرة غير ملقحين. وفي دول أخرى كانوا يسموه المرض لغير الملقحين بالكوفيد 19. كل ربما أشرنا منذ قليل أيضا لأهمية ربما استقاء المعلومات أيضا من المصادر الموثوقة من طرف الأخصائيين فيما يتعلق بالتلقيح، فيما يتعلق أيضا بالتنبؤات احتمال حدوث موجة أخرى للفيروس. في هذه النقطة بالذات ربما ما هو دوركم كأطباء من أجل توعية المزيد من المواطنين بعدم الاستماع للمعلومات الكاذبة والخاطئة، وأيضا استقاء طبعا المعلومات من المواقع الرسمية والمصادر الموثوقة؟ كثير من الأشخاص يتقدموا لمصالح التلقيح، ويوجد أطباء يجيبوا على الأسئلة والانشغالات تاع المواطنين والتخوفهم لهذا التلقيح، وكل ما يأتوا لهذا المصالح فإنهم يعني يطمئنوا، وكثير من الأشخاص منهم مادام كان عندهم أيضا أشخاص اللي ماتوا من العائلات نتاعهم تلقوا هذا اللقاح، حتى أنهم كانوا فرحين بهذا المصالح وهذا يعني الكوميونيكاسيون التواصل بين الطبيب الأطباء المختصين وبينهم هما، والتخوف نزاح والحمد لله. ولحد الآن يعني إذا كان فيه تخوف أنا نقول للمواطنين ينتقلوا، ماشي شرط باش يتلقوا الجرعة نتاعهم، ينتقلوا يتحدثوا مع الأطباء المختصين في هذا الشيء، وهما اللي من بعد يأكدوا لهم بأنه ما فيش خطورة، وأن الحل الوحيد من التخلص من هذا الوباء يكون بهذا اللقاح. شاهدنا منذ ظهور فيروس كورونا أنه هذا الفيروس عنده قدرة كبيرة في التحور، السلالات الجديدة بعد سلالة دلتا اللي ربما أدت إلى نتائج وخيمة جدا، تعقد في الإصابات، نقص الأكسجين وحاجة المرضى لمقدار كبير من الأكسجين. كيف هو تحور الفيروس اليوم؟ ماذا عن السلالات الجديدة؟ ثم التلقيح طبعا يبقى فعال في حال جميع السلالات. الحمد لله التلقيح لحد الآن أي كل السلالات كان متجاوب معها وكان فعال أيضا، وكل الدول لحد الآن رانا لاحقين في السلالة دلتا، ولم لا يوجد سلالات أخرى، ونتمنى أنه ما يكونش هناك سلالات أخرى، والعلم أثبتت أنه هذه السلالات راهي التلقيح تاعها فعال عليها. إذا نحن ننتظر أن تكون النسبة مرتفعة، ننتظر أن الناس يعني يأتوا للمصالح التلقيح ويتلقوا اللقاح تاعهم. طيب نتحدث الآن عن رفع الحجر الصحي وضرورة طبعا عودة الحياة إلى مجاريها، أنه علينا أن نتعايش مع الوباء لأنه هو لا يزال موجود. التعايش معه هو الحل الوحيد اليوم، التعايش مع الوباء بالنظر طبعا إلى الإجراءات الوقائية التي تقينا من الإصابة بعدوى كورونا. إذا كنا قد رفعنا الحجر الرفع للحجر كان جزئي يعني في الأول في بادئ الأمر ثم أصبح كلي، هذا لا يعني أننا يجب أن نتخلى من هذه الإجراءات، يعني ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والغسل اليدين سواء بالماء والصابون والماء المطهر المحلول المطهر المحلول الكحولي، يجب أن
يكون حتى ربما هي هذه أصبحت تصرفات عادية عند الكثيرين، هي أصبحت جزء من حياتنا اليومية. يعني طبيعيا نكون في هذا العامين ولفنا هذه الحالات هذه العادات وما لازمش نتخلاو عليهم. ما دام التلقيح يعني في الدول الأخرى وين تلقيح النسبة ارتفعت راهم بدأوا يتخلوا على هذه الإجراءات، أما احنا يجب علينا أن نلتزم بها، يجب علينا أن نبقى بهذا الارتداء الكمامات بهذا القواعد الوقائية، وإن شاء الله نتخلصوا يجي اليوم نتخلصوا منها بعد ما يكونوا النسبة تاع التلقيح كبيرة. وهنا ربما رسالة موجهة والخطاب موجه لكل شرائح المجتمع، خاصة نبدأ من الأسرة الأطفال كبار السن، نروحوا للأطفال الآن المدارس، في المدارس المراهقين، الفيروس ربما لا يستثني أحد اليوم. طبيعة الحال الأطفال حتى وإذا كانت الحالات عند الأطفال خفيفة، يعني ما شفناش حالات خطيرة عند هذا الشريحة، لكن هذا لا يستدعي أنهم يكونوا هما حتى هما قادرين يكونوا سبب في نقل هذه العدوى. إذن ننصح الأسر أنهم يربوا أولادهم والأطفال نتاعهم على حتى في المدارس المعلمين على هذا العادات الوقائية للاحترام من الالتزام من القواعد هذو، أنهم الارتداء الكمامات وخاصة الغسل تاع اليدين والغسل الصحيح لليدين بالمطهرات والماء والصابون. دكتورة برصة، في هذا الوقت من السنة أيضا تكثر الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، كيف نفرق بين أعراض الكوفيد والإنفلونزا الموسمية، ثم كيف نتصرف لتفادي العدوى حتى بالنسبة للإنفلونزا الموسمية؟ منذ ما بدينا نلتزم بهذا ارتداء الكمامات وهذا الوقائية الإجراءات الوقائية هذه كلها، كان هذا يؤدي إلى انخفاض حتى حالات الإنفلونزا. وباش نقول أن المرض الإنفلونزا ومرض الكوفيد فيه يعني تشابه كبير، ما نقدروش نفرقوا بين مرض الإنفلونزا والمرض الكوفيد إلا في حالات نفس الأعراض، الآلام في المفاصل، الحمى، إلا إذا كانت هناك صعوبات في التنفس، هنا يعني التشخيص يكون أكثر من جهة الكوفيد، لأن ما زلنا في هذا الحالة الوبائية العالمية للكوفيد. أنا ندعو الأشخاص الكبار السن اللي فوق سنهم فوق 65 سنة، وأيضا كل الأشخاص اللي عندهم الأمراض المزمنة، أنهم يلقحوا على ضد إنفلونزا الموسمية. لكن أنه بين اللقاح نتاع الإنفلونزا والكوفيد يكون على الأقل 15 يوم تباعد بينهم. هناك تخوف، اللي خذ لقاح الكوفيد يقول ما ناخذش لقاح كورونا، والعكس صحيح أيضا، يعني ليس هناك تداخل من غير الالتزام بهذه النصائح، ربما هي أسبوعين على الأقل بين اللقاح فقط أسبوعين. الطفل الصغير عند التلقيح نتاعو يكون تلقيح بعدة تلقيحات وما يكون حتى أثر له. إذا نفس الشيء التلقيح بالكوفيد يكون مع تلقيح الإنفلونزا، فقط نسمح أنه يكون أسبوعين بين هذا اللقاحين فقط. إذا كما قلنا أنه الفيروس لا يستثني أحد، نصائح الآن لأصحاب الأمراض المزمنة، نتحدث عن مرضى السكرية، مرضى القلب ومختلف الأمراض الأخرى في هذه الفترة بالذات. في هذه الفترة ننصح كل الأمراض، الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، أنهم يلتزموا بالإجراءات الوقائية عامة، وأنهم يتباعدوا من الأشخاص المرضى. كل شخص مريض يجب عليه أنه يستشغل سيزول، يكون بعيد عن الأمراض المزمنة، الأشخاص اللي عندهم الأمراض المزمنة، هذا أول شيء. ثاني شيء يلتحقوا في أقرب الأجل للمصالح التلقيح ليتلقوا اللقاح نتاعهم، حتى تكون الحالات إذا كانت في حالات كوفيد تكون الحالات نتاعهم خفيفة
ولا تستدعي إلى الدخول المستشفى، وكما شفنا الحالات الخطيرة اللي أدت حتى إلى الوفيات. طيب دكتورة بارسا ابقي معي، نتابع مشاهدينا فاصل قصير ثم نعود. سلام، معكم جلال. انا بحمد الله خذيت الجرعه الاولى من الفاكسان، ونصيحتي لكم بسيطه، راكم تشوفوا في العدد راه تاع لي كونتاميناسيون راه كل يوم يزيد، معناها رانا في حاله خطر، وكاين كثير منا ماهمش واعين. ربي يجيب الخير ان شاء الله. انا ننصحكم باش ديروا الفاكسان، الحاجه الوحيده اللي تسلكنا من لا ريسبيراسيون ارتيفيسيال ومن الريانيماسيون الانعاش هو الفاكسان. دونك اللي عندهم خاصة الأمراض مزمنة ماذا بنا ديروا الفاكسان. الانستيتيسيون كامل، المستشفيات، لي بوليكلينيك، وحتى بعض المساجد الكبار راهم يستقبلوا في الناس باش يديروا الفاكسان. اللهم ارفع عنا هذا البلاء إن شاء الله يا رب العالمين. ما تنساوش الفاكسان سي تري تري امبورطون. سلام. بالتلقيح ضد كوفيد 19 تحافظون على حياتكم وحياة أقاربكم. أهلا بكم من جديد، عدنا إذا مشاهدينا لاستكمال هذا الحديث مع الدكتورة نجاة برسا، هي أخصائية في الأمراض المعدية بمستشفى أدويرة بالعاصمة. دكتورة، نتحدث الآن عن أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية. دائما نعود إلى التراخي في الشوارع، في الأسواق، في حتى تنظيم مختلف اللقاءات الجماعية. في رأيك كل الجزائريين وعلى غرار كل مواطن العالم اليوم هم واعون بخطر كورونا، هو وباء عالمي وصل إلى الجميع، في رأيك ما هو سبب هذا التراخي، ثم كيف لنا أن نعود بالإجراءات الوقائية إلى الصرامة من أجل تفادي العدوى؟ المواطنين الجزائريون لما يكون هناك ذروة في الوباء، يعني في الموجة الثالثة كانت عدد الإصابات مرتفعة كثير، وكانت عدد الوفيات مرتفعة، وأنه كل الأشخاص عن قريب وعن بعد كانوا لاحظوا أنه فيها وفاة في عائلتهم، لا هنايا نقصت الحالات، الاجتماع، الحالات تاع الأعراس، الاحتفال بالأعراس، وأدى هذا بطبيعة الحال إلى انخفاض الحالات خطيرة والعدوى. أما بعد ما كان هذا الانخفاض وكان نقص في الحالات الوفيات، عادت الحياة إلى طبيعتها، معتقدين أنه الوباء قد اختفى. كل يعني الأشخاص حتى الأعراس كانت تحتفل، أصبحت تحتفل عاديا وباجتماع أكثر من مئات الأشخاص. هذا الشيء يعني نتأسف عليه، وحتى نقدر نقول أن الاجتماعات تاع لي غوبا فاميليو أوسي يعني ما لازمش يكونوا العدوى راهي ما زالت، والحالات حتى وأنها غير ظاهرة. يعني اللي يكون عنده الكوفيد نقص في حاسة الشم هي العرض الوحيد لهذا المرض،
ولكن العدوى راح تكون منتشرة. نحن ندعو كل المواطنين أنهم يتفادوا هذا الشيء. ما نقولش العرس من 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 نحتفلوش به، وإنما يعني نحترم القواعد الماكسيموم لموان دو بيرسون، يعني موان دو بيرسون اللي لازم يحضروا لهذا الأعراس وهذا الاحتفالات. الأسواق الاكتظاظ نفس الشيء على الأسواق، حتى الكمامات نسينا ارتداء الكمامات، وهذا يعني شيء مؤسف. ما رناش للآن على عارفين خطورة الموجة الرابعة اللي راح تجينا، والصدى نتاعها كيفاش راح يكون، لأن الصدى تاع الموجة الثالثة مازال ما نسيناهش. يعني خاصة أنه الفيروس ربما عودنا بالمفاجآت في الموجة الثالثة، كل تقريبا المصابين احتاجوا إلى الأكسجين، وهذا ربما ما خلف أزمة أكسجين. اليوم لا ندري ما يحمله لنا هذا الفيروس في حال حدوث موجة أخرى. هو الفيروس الكورونا الاحتياج نتاع الأكسجين شيء طبيعي في كل مرة، يعني حتى وإذا كانت في الموجة الأولى الحالات كانت ناقصة، لكن كان احتياج في الأكسجين من أكثر الاحتياجات اللي كانت سيتي في الموجة الثالثة، والخوف التخوف الكبير يكون في الموجة الرابعة إن شاء الله ما يكونش حدوث لها، ويتوعى المواطن الجزائري لذلك. شكرا لك، ابقي معي، أعود إليك بعد قليل. أخذ الآن هذا الاتصال الهاتفي من المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، حيث يشرف وزير الصحة على فعاليات يوم دراسي تقييمي شامل للاستجابة لكوفيد 19 في الجزائر. معي من هناك البروفيسور كمال جنوحات المختص في علم المناعة. صباح الخير بروفيسور. صباح الخير. كيف هي فعاليات انطلاق هذا اللقاء الذي يأتي تقييميا لكوفيد 19 في الجزائر؟ والله هو عنده الهدف الأول هو تقييم تاع كوفيد في من اللي بدأ حتى الدرك، بالنسبة لي المرضى، بالنسبة لي وش خصنا وش ما خصناش، ورغم إيجابيات ورغم سلبيات، ولكن النقطة الأساسية في هذا المؤتمر وهو كيفاش راح نتخذوا بعض التقارير تاع باش نتفاداو إذا كانت حالة الموجة الرابعة، باش نعرفوا كيفاش نتفاداوها ونتعاملوا معها في أحسن ظروف. هذا هو الهدف الرئيسي اليوم. نعم بروفيسور، إذا اليوم كل الأخصائيون يشيرون إلى إمكانية حدوث موجة رابعة، ما هي أهم الاحتياطات؟ ثم لنا كيف لنا أن نجند اليوم القطاع الصحي وأن نشرك المواطن أيضا في هذا الوعي الكبير من أجل ربما مواجهة هذه الموجة من خلال التلقيح وأيضا من خلال احترام الإجراءات الوقائية اليوم أكثر من أي وقت مضى لتفادي آثار وخيمة لموجة أخرى إن سمح الله؟ سؤال وجيه جدا. نتكلموا بزاف نقولوا راهي جاية الموجة الرابعة، ولكن في عدة مرات احنا قلنا وكررنا باللي الموجة الرابعة ما تجيش، الموجة الرابعة نجيبوها احنا كيفاش نجيبوها؟ بالوسائل الوقائية. قلنا وركزنا على الأماكن المغلقة، ولو أننا الحمد لله الحالة اليوم رانا مستريحين وراهي لاباس، وإن شاء الله نتمناه باش هاد الحالة تدوم، ولكن ركزنا على الأماكن المغلقة باش يبقى المواطن يرتدي أمو على الأقل الكمامات. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، الظروف تاع الجزائر اليوم ماهيش الظروف تاع الجزائر في شهر مارس وشهر أفريل وماي. الحمد لله الناس كانت تجري تحوس على اللقاحات وكنا ما قدرناش نجيبوه. اليوم الجزائري عنده الاختيار، عنده 4 أنواع تاع اللقاحات، والمراكز نقدر نقول لك في كل حي كاين مركز، داروها في المساجد، داروها في الحافلات، داروها في المستشفيات، داروها في مراكز تاع الرياضة. دونك بقات الوصية الوحيدة اليوم وهو اللقاح المكثف. اللقاح المكثف قد ما يكون العدد تاع الملقحين كبير بزاف، قد ما يكون لانتونسيتي ولا العنف تاع الموجة الرابعة يكون خفيف بزاف، وحنا اللي نتمناوها ما تلحقناش. تحدثنا كثيرا بروفيسور عن أهمية اللقاح، في رأيك ما الذي لم نقله لحد الآن حتى ربما نقنع مزيد من المواطنين على ضرورة التلقيح اليوم ونحن نعيش استقرار في الوضع الوبائي؟
والله ممكن واش ما قلناش للمواطن ان على بالنا بلي بزاف المواطنين اللي مرضوا في الموجه الثالثه اللي كانت عنيفه جدا، باش نقولوا لهم اليوم بلي اللي مرضوا في الموجه الثالثه رانا لحقنا 3 شهور ولا 4 شهور باش يروحوا يلقوا. النقطة الثانية استقطعت فقط حبذا لو تحدثني عن أهمية أيضا الجرعة الثالثة اليوم. الجرعة الثالثة لخصها في زوج 3 نقاط. النقطة الأولى أن الجرعة الثالثة ما هيش خصوصية تاع الجزائر. كان بزاف الدول المتقدمة اللي راحت للجرعة الثالثة. النقطة الثانية وأنه عندنا الناس اللي لقحت في فيفري وفي مارس واللي اختبروا المناعة شافوا المناعة اللي نقصت بزاف. وهذه الفئة هذه لازم لها الجرعة الثالثة باش تقوي شوية المناعة تاعها وتكون مستعدة ولا لحقت موجة واحدة أخرى. الحاجة الثالثة وأنه في الجرعة الثالثة لازم علينا باش نحترموا المدة تاع 6 أشهر ما بين الجرعة الثانية والجرعة الثالثة. أقل من 6 شهور ما كان لا يديروها، لازم يكون أكثر ما 6 أشهر. وسؤال يتساءل به بزاف المواطنين وهو أننا نقدروا نديروا نفس اللقاح كما نقدروا نديروا اللقاح مختلف، ما فيه حتى إشكال. هذه نقطة مهمة جدا ولازم نديروا في بالنا. لو كان شفنا دول اللي لقحت حتى 80% وراهي تعيش ولو انها ما كاش ضحايا بزاف، ما كاش اموات، ولكن تعيش موجه تاع ناس اللي راهي مريضه. دونك حنا باش نتفاداو هذا الشيء نديروا الجرعه الثالثه، ان ماشي للناس كاع، ان الواحد اللي عنده فوق 65 سنه عنده امراض مزمنه، واحد اللي متعرض بزاف، كي نقولوا كلمه متعرض بزاف في الغرب يقولوا المتعرضين ويتكلموا على الناس اللي تخدم في المستشفيات، الناس اللي تخدم في المراكز المغلقه، ولكن حنا راكي تعرفي كي تشوف الالتحام تاع الجزائريين في الخارج وتشوف بلي الوسائل الوقائيه ماهيش محترمه، دك نقدر نقولوا بلي الكل راه متعرض. ولهذا انا نظن باللي اللي ما دارش الجرعتين يروح باش نقوي المناعه الجماعيه. نعم، التلقيح يبقى هو أهم، ربما أهم خطوة لمواجهة هذا الفيروس. أشكر جزيلا البروفيسور كمال جنوحات على الانضمام إلينا في هذه الصبيحة، أنتم المختص في علم المناعة. أشكر أيضا ضيفتي في ركن الصحة دكتورة نجاة برصة الأخصائية في الأمراض المعدية بمستشفى دويرة بالعاصمة، شكرا على كل المعلومات التي قدمتها لنا. مشاهدينا وصلت معكم الآن إلى تمام 9 موعد موجز لأهم الأنباء تقدمه لنا من استوديو الأخبار نور دحماني.